بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هنعيش مع أفضل كلمة، الكلمة اللي ربنا هينجينا بها، فمش عاوزك تلتفت وإحنا بنتكلم، عاوزك تسمع بكل أذانك، لأن النهاردة هنقول على المفتاح، المفتاح اللي دخل الجنة، مفتاح لرضا الله، مفتاح لشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هو؟ هو لغز؟ احنا نقولش الغاز، احنا بنتكلم كلام تعمله في وقت بسيط وتاخد بيه اجر كبير وعظيم. وقلنا قبل كده عشان لما شفنا الهمم قصرت، انا مش بقول عليكم انتوا بس، وانا وكل الناس اللي موجوده، فالهمم لما تقصر كده عاوزك تعلي ايه الاشياء اللي تجيب القبول الكبيره واعملها، بس ما يكونش فيها مجهود قوي اعملها. النهارده بقى المفتاح. ايه هو المفتاح اللي ربنا بيقول عليه شهد الله انه لا اله الا هو، واولو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط، احنا قررها لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ده قال لي سيدنا النبي كده، اللي هي لا إله إلا الله. قال له فاعلم، لسيدنا النبي هو فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد دي بقى هي مفتاح كل سر، هي اللي بتنقلك من دايرة لدايرة، من دايرة الظلام اللي هو الكفر والعياذ بالله إلى دايرة النور اللي هي دايرة الإسلام، ومن دايرة الإسلام لما تزود فيها إلى دايرة الإيمان، ومن دايرة الإيمان لما تزود فيها إلى دايرة الإحسان. طب إزاي يعني لا إله إلا الله؟ آه، ما أنت بكلمة لا إله إلا الله تبقى دخلت الإسلام، هشرح لك أهو. ولما قلبك ينعقد أنه لا إله إلا الله حقيقة، يبقى هنا دخلت دايرة الإيمان، لأن الإيمان محل القلب. طب والإحسان مالها ومال لا إله إلا الله؟ لا، دي ليها رب مرتبطة جدا بيها. إزاي؟ قال لك لما تعتقد تماما وسلوكك يكون مبني على أنه لا إله حقيقة، يعني لا رازق إلا الله، لا معين إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا خالق إلا الله، لا بار إلا الله، لا نافع إلا الله، يعني كل الحاجات دي، يبقى أنت هتتعامل في الوقت ده يعني أنت اللي بتنفع وأنت اللي بتضر وأنت اللي بتعطي وأنت اللي بتمنع يا رب، وأنت اللي بترحم وأنت اللي بتغفر وأنت اللي بتقهر وأنت اللي بتجبر والحاجات دي كلها. أيوة، ساعتها أحس إن أنا عبد، هو اللي بيعمل كل حاجة يبقى أنا ما بعملش حاجة. ساعتها بقى لما أنت بتعملش حاجة، يبقى جينا هنا مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أنت شايفه هو كل حاجة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شفت العلاقة بين لا إله إلا الله وبين الإسلام والإيمان والإحسان إزاي؟ من هنا لما تعرف كده بالعبودية هتعرف أن أنت ضعيف وهو القوي. طب لما أنت ضعيف وأخوك اللي جنبك ده محتاج منك حاجة، ضعيف محتاج من ضعيف، يبقى ساعده لأن القوي بيساعدنا، أنا برضه ساعده، يبقى هتعامل الخلق بالإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. كلمة لا إله إلا الله دي بقى اللي عاوزين نشوفها الجميلة إزاي، هي المفتاح بتدخلك للإسلام، وبعدين بتدخلك يوم الجنة بقى، في يوم القيامة في الجنة لما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة
الإنسان عاوز أي حاجة عشان يخش الجنة. أنا بقول كده عشان إيه؟ طول ما أنت قاعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لما تقول كده خلاص من مات على شيء بعث عليه. يبقى أنت لما تردد بلسانك كل ما أنت قاعد لا إله إلا الله، خلي بالك في لحظات الموت هتلاقي نفسك بتقول لا إله إلا الله دون التشر. طب خلي بالك بقى ان في ناس كمان بيقولوا ايه، لو انت مش قادر بلسانك ولسانك محبوس بسبب المرض، هتلاقي ان انت قلبك بيقول لا اله الا الله حتى تلقى ربك بالتوحيد وتخش في القبر. ايجو اي حد يجي يسالك او كده من ملائكه هيلاقي ان القلب عمال والروح شغاله لا اله الا الله، خلاص ملكوش دعوه بيه، ده موحد. يجي يوم القيامه، فيوم القيامه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شأنه عجيب. اليوم ده بتاع يوم سيدنا النبي، فلما يجي كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل يلف كل واحد مشغول، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كله بيجري من بعضه، كله بيقول نفسي نفسي إلا رسول الله، يقول يا ربي لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي ولكن أسألك أمتي. فيفضل كده، فربنا يقول له مالك يا محمد، أما أرضيك؟ أنا عملت لك كل حاجة. قال له وكيف أرضى وواحد من أمتي في النار يا رب؟ واحد من أمتك في النار؟ طب وعرفت إزاي أنه من أمتك؟ طيب اذهب يا محمد إلى النار، كل من كان في قلبه لا إله إلا الله خذه من النار وأدخله الجنة. يبقى كلمة لا إله إلا الله تفتح لك باب الجنة وتخرجك والعياذ بالله للسامعين والحاضرين والمشاهدين من النار، وتودي مع حضرة سيدنا النبي للجنة. شفت كلمة واحدة هي مفتاح سعادتك في الدنيا والآخرة. فعاوزك بقى الكلمة البسيطة دي اللي أجرها عظيم تفضل تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله على طول حتى تلقى ربك وتقول له لا أعرف ربا سواك ولا أعرف خالقا غيرك، جئتك بضعفي فقابلني يا رب بقوتك، جئتك بفقري فقابلني بغناك، أنت لا تحتاج لي وأنا أحتاج لك في هذا الموقف يوم القيامة، فيا من أحتاج إليه كن في حاجتي، فإني أتوجه إليه ترحم ضعفي وتجبر انكساري. إن فعلت ذلك الله عز وجل يغفر لك ويدخلك الجنة ويجعلك تحت الشفاعة. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بلا إله إلا الله وأن يحيينا عليها وألا يميتنا حتى نرددها على ألسنتنا وبقلوبنا، وتكون شفيعة لنا في قبورنا وعند ربنا، وتكون نورا لنا بين يدي نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.